باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن ذي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه بيان ما يسن صومه من الأيام والشهور، فمن ذلك صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه كله أو إلا قليلا كما روت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم. قال أهل العلم والحكمة من ذلك أنه يكون بين مقدمة بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة. ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويتأكد أن يصوم منه العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر أو العاشر والتاسع والحادي عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما في حديث الباهلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن أيام البيض أفضل، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقي، يعني يكفر سنتين. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أو في هذا الكتاب بيان أشياء من الأيام يسن صومها. وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أنت؟ فقال هل تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. فأخبره بما كان يصنع وأنه لم يترك الصوم منذ فارقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. وفي هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق، وأن يعذب نفسه، لأن الله يقول ما
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله موفق. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها النووي في كتاب رياض الصالحين في بيان أيام يسن صيامها، فمنها أي مما يسن صيامه أيام العشر، عشر ذي الحجة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وقوله العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك، كل الأعمال الصالحة. ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من صيام وغيره. وفيه دليل أيضا على أن الجهاد من أفضل الأعمال، ولهذا قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله. وفيها دليل على فضيلة في هذه الحال النادرة أن يخرج إنسان مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، وماله يعني سلاحه ومركوبة، ثم يقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه يأخذه العدو، فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله، فهو من أفضل المجاهدين. فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر. وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله. ومن الأيام التي يسن صيامها صيام يوم عرفة، واليوم العاشر من شهر المحرم، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. الماضية التي انتهت، لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام، والباقية فهو يكفر سنتين. وسئل عن صوم يوم عاشوراء
فقال يكفر السنة الماضية فهو أقل أجرا من صوم يوم عرفة. ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، ولأنه أمر أن يصام يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، لأن يوم عاشوراء يعني يوم عاشر محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فكان اليهود يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن الله أنجى جنده وهزم جند الشيطان، أنجى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فهو نعمة عظيمة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشوراء فسألهم عن ذلك، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فإننا فنصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه أولى الناس بالأنبياء السابقين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فموسى أحق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بموسى من اليهود، لأن اليهود كفروا به حيث كفروا بعيسى وكفروا بمحمد، فصامه وأمر الناس بصيامه، إلا أنه أمر أن نخالف اليهود الذين لا يصومون إلا يوم العاشر بأن نصوم التاسع أو التاسع أو العاشر والحادي عشر أو الثلاثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن صيام عاشوراء ثلاث أقسام، أن نصوم عاشوراء والتاسع، وهذا أفضل الأنواع، أن نصوم التاسع عاشوراء والحادي عشر وهذا دون الأول، أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود ورخص فيه بعض العلماء. وكذلك من الأيام التي يسن صيامها ستة أيام من شوال، كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فسر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون رمضان شهرا بعشرة أشهر، ويكون ستة أيام ستين يوما وهما شهران. فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من شوال، وليعلم أنها لا تصام قبل القضاء، يعني لو كان على الإنسان يوما واحدا من رمضان وصام الست فإنه لا يحصل على أجره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ومن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صاما، بل صام أياما منه، إن كان عليه يوم فقد صام كم؟ 29، إن كان عليه يومان فقد صام 28، ما صام الشهر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صام رمضان. فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأنما صمت الدهر كله، وسواء صمتها ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضا، أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة، أو صمتها متتابعة، أو صمتها متفرقة، الأمر في هذا واسع. لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنها لا تكون بهذا الأجر، اللهم إلا من كان معذورا مثل أن يكون مريضا أو امرأة نفساء أو مسافرا ولم يصم في شوال وقضاها في القعدة فلا بأس.